بابا الواد بيغرق بابا بابا الواد بيغرق. أيوة حبيبي. السلام عليكم وبداية فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبتدي الفيديو لو انتوا مش عاملين سبسكرايب في القناة سبسكرايب في القناة ولايك الفيديو ده عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. طبعا يا جدعان زي ما انتوا شفتوا من عنوان الفيديو اللي احنا هنعمل ملف أحمد أخويا. المفروض يا جدعان فكرة الملف اللي احنا هنعملها أكيد انتوا مش سامعين يعني صوته عشان البحر وكده، بس أنا يا جدعان معلي صوتي على قد ما أقدر. تسكرايب للفيديو ده واشتركوا في القناة. دلوقتي بقى يا جدعان نبتدي الفيديو كده ونشوف الاجواء بقى بتاعت البحر. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا كنا هنعمل جايبين فكره التحدي كده برضو كنا هنعملها في البحر، بس يا جدعان للاسف ان احنا مش هنعرف يعني نصور في البحر لان الصوت عالي وانتم مش سامعيننا ومعناش مايك نزلناه في البيت ومش هنعرف يعني نصور. فنخلي يا جدعان الفكره دي لما نروح نعملها في البسين. يا جدعان لسه طالعين من البحر وبنتشطف اهو حبايب قلبي. يا جدعان جينا البسين اهو، شايفين البسين هدوء ازاي قدام الشاليه يا جدعان بتاعنا المتواضع. الشاليه يا جدعان الدور الثاني ده معانا في فيديو يا جدعان النهارده محمد ياسر ومعانا عم ياسر ابو محمد ياسر ومعانا بابا. احنا هنعمل تحدي من اطول نفس. يلا استنى بقى عشان نبتدي. ويا ابني يحيى ومعانا يحيى تعالى خش التحدي معاهم بقى. تعالى خش معانا اطول نفس يا ابني. طب تعالوا نقعد بتاع الاطفال ده. بص بتاع الاطفال ده تعالى هنا. والله ما جاي. خليكم بقى في الحته دي عشان اعرف صح. عشان ما يخافش هو خايف هو بيحب يمسك الاطفال. يا جدعان محمد ياسر خايف في ايدي. عد يا بيس والله 3 اطول نفس. يلا 3 2 1 انا كسبان. بيسو كسبان. طب يلا تعالى بقى اللي يعوم احلى من الثاني. يلا طب بقول لكم ايه، ثانيه هنعمل سباق يلا سباق تعال مره سباق هنزل. طب ساعه هتشوف مين احلى نط. احلى نط. طب بس الكاميرا بالله عليك واحد والناس اللي هتروح. طب انا عايز لا نط عشان هنا شايف. ماشي يلا تعال براحتك انا هنا اهو. محمد ياسر ده بتتعمى ازاي ده هو. طب انت انا نطيت نطه كده نطت الاولمبيات على الطلبات وكل حاجه. طب في واحد بيتفرج على الفيديو ده بيحبك قوي. ليه في واحد بيتفرج على الفيديو ده وبيحبك قوي؟ انت عارف هو مين اللي طلع معانا في اللايف على الانستا؟ مين ده؟ على الانستا بتاع بيس مصر تاتو حي. مين؟ وانت كلمته؟ حسني ولا مروه؟ قبص. ايوه يا قبص يا حبيبي قلبي. طب بقول لكم ايه، يلا بقى تحدي بقى تحدي سباق. تعالى تعالى يلا تحدي سباق يلا. حاسس ان يبدو بنت صغيرة يا جدعان ده بتاع الاطفال. بص البنت واقفة وجاي لها لحد فين. انت معلمتش ابنك الشرح ليه؟ طب بقول لك اعمل التحدي مع يحيى. بص يا يحيى تحدي اطول نفس يلا. انا مش عايز اروح هناك عشان انا خايم منه يا جدعان. محمد ياسر خايم من يحيى. ما كنتش بتنزل بسينا اللي عشان انا محمد.
تعال يلا تعدي اطول نفس انت ويحيى. يلا خش مع عمر محمد ياسر. محمد ياسر ما بيجليش. خش ضم لهم. طيب ضم لهم عشان الكاميرا تجيبكم. بص يا جدعان هات ميه ازاي. يلا يلا 3 2 1 يلا محمد ياسر طلع. صعبة والله. بيسو طلع. انت الكسبان اصلا. يحيى الكسبان. انت الكسبان اهي. طب تعالى بقى اطلع اطلع نشف ايدك. اطلع اطلع نشف ايدك وانا هنزل بقى. انا الكسبان. يحيى. لا لا بقول لك اطلع بقى نشف ايدك بقى. يلا. لا 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 مش هينفع خمس دقايق. طبعا يا جدعان هنعمل مقلب في بابا. خش او اطلع من نفس اللي بغرق. شوف برضه رده فعله وانت قول له بابا ماشي. يا جدعان هيعمل مقلب في بابا ويخش في الغوط. بص هنا ده بتاع الاطفال كل ما بتخش جوه اغوط اهو. بابا الواد بيغرق. بابا بابا الواد بيغرق. الجون بيجري يا بابا. يا بابا اول مره اسمع. يا بابا الواد بيجري. يعمل لي طيب ولا بيسو الحاب عبا ياس تمام اهو. طلع طلع الشلال اضرب غوتس. مفروض يا جدعان بقى ان احنا كده خلصنا الفيديو ورجعنا طنطا. مفروض يا جدعان ده خلصنا الفيديو كده. بس يا جدعان زي ما انتم بتدلعونا وبتدوسوا لايك للفيديو ده شكرا يا جدعان على الدعم الاكيد بجد للفيديوهات. وما بقولكوش وصلوا الفيديو لكذا بيت وتوصلوا الفيديو يا جدعان. وبسم الله ما شاء الله يعني الريتش اتظبط. المفروض يا جدعان بقى ان احنا عملنا مسابقه دعم. المفروض يا جدعان هسيب لكم لينك القناه تحت في الديسكربشن كله يروح يشترك فيها ويقول لها احنا من طرف بيسو توينز. عايز كل اللي بيتفرج على الفيديو ده ينزل يشترك في القناه يا جدعان لان في مسابقه دعم هنعملها. وانا كنت قايل لكم يا جدعان ان احنا هنعمل مسابقه دعم بس كنا مستنيين الريتش يظبط بس لان الريتش كان واقع خالص. فيا جدعان الريتش ظبط فهنعمل بقى مسابقه دعم. اللي عايز يعني قناته تدعم ينزل يا جدعان يشترك في القناه اللي تحت في الديسكربشن ويكتب لها كومنت ان احنا جايين من طرف بيسو توينز. طبعا يا جدعان بس كده خلصت الفيديو النهارده. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه انضموا لاداش من العيله في اليوتيوب. طب ثانيه ثانيه يا جدعان والله العظيم المسابقه الدعم دي احنا هنعملها بجد. بس اكتر واحد بقى يكتب كومنت اكتر واحد يكتب كومنتات والله والله العظيم. وعد يا جدعان اللي هيعمل الشروط دي والله العظيم اللي هندعم قناته في الفيديو الجاي. بس يا جدعان بقى انضموا لاداش من العيله في اليوتيوب عيله الاشباح ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ايوه حبيبي.